فاتحين قنوات اتصال مع كافة مصادر القمح، بمعنى بنكلم روسيا وبنكلم أوكرانيا وبنكلم رومانيا وبنكلم فرنسا وفي اجتماعات مع استراليا. استراليا كانت من المصادر البعيدة لسبب قمحها جيد جدا ولكن النولون كبير، فإنما دلوقتي بقى كله غالي فيستوي معاه القمح، قيمة القمح عالي. فاستراليا بنكلمها وقربنا انهم بعتوا التندر. السؤال يعني لمواطن بتدفعوا منين؟ سؤال لا 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 سؤال جميل لانه هو انت دلوقتي اصل دول ده ما بيديش شكوك ولا بتاع ده القمح ده ترك ترك. سؤال جميل جدا. لحسن الحظ في اتفاقيه اطاريه ما بين جمهوريه مصر العربيه وما بين المؤسسه الدوليه الاسلاميه لتنميه التجاره اللي هي تتبع البنك الاسلامي. والاتفاقيه الاطاريه دي معمول بيها من اكتر من سنين يعني. الحد بتاع الائتمان بتاعها كان 3 مليار. احنا خليناه 6 مليار. ف الميزه هنا بقى في الاتفاقيات دي مع البنك الاسلامي هو اللي بيوفر، هو اللي بيغطي الاعتماد، هو اللي بيوفر، هو اللي بيدفع. فعشان كده فلوسك جاهزه دي بالظبط. والحمد لله، وانا بقول الحمد لله مرتين ثلاثه وهيفضل البرنامج بنقول عليه الحمد لله، ان عندنا ده وليس هناك ضغط بالمفهوم على البنك المركزي وتوفير الدولار ولا كذا. لازم نشكر وزاره الماليه ان هي بتدي ضمانات في مثل هذه الاتفاقيات. فانت بتقول لي دلوقتي حاجه معلش عشان افهم، عندنا فلوسنا مش يعني لا حضرتك، انه القمح احنا ما بنسحبش فلوسه من البنك المركزي. لا، الى هذه اللحظه اول مره اعرف المعلومه دي. لا عشان اقول الحق، كنا بننوع ما بين الاتفاقيه وما بين البنك المركزي، يعني كنا نفتح شويه من هنا وشويه من هنا، انما في الفتره الاخيره معتمدين اعتماد 99.9% على الاتفاقية اللي موجودة بيننا وما بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة. ورفعنا السقف من 3 مليار ل 6 مليار دولار، في جزء منه لنا في القمح وجزء للبترول. أنا لازم برضو حي حضرتك إنه أيام الكورونا وحتى الآن لم يذهب مواطن مصري سواء كان خبز حر او خبز مدعوم ولم يجد خبزا. الحمد لله بجد والله. ده بس اقول لحضرتك حاجه يعني برضو دي حاجه يجب ان نشير ليها في وجودك. لازم انت عارف انا يعني علاقتي بيك مش كويسه قوي. كانت لا بس برضه مشكلتها دايما كانت في العيش. انما بجد حتى الان الحمد لله لم يذهب مواطن لاي نوع من انواع العيش بس اقول لحضرتك بطبقاته ولم يجد خبزا. انا